لم تشفع له هذه الضحكات الطفولية والبريئة، فصار فريسة للعناصر الإجرامية الخطيرة التي تجردت من القيم الإنسانية والأخلاقية. هنا بمنطقة طصه بوادي ذي ناخب بمديرية سباح، امتدت أيادي الغدر والإجرام على الطفل عبد الله العصري اليافعي. حصلت هذه الجريمة وكنا احنا مستغربين عليها ولا مستاصين ولا سامعين على مثل هذه الحاجات انها تحصل في منطقة ريفية وبهذه البشاعة وهذه السذاجة، لكن ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. اتمنى من ابناء يافع الوقوف وقفة رجل واحد لمثل هذه الامور ومحاربتها بكل أنواعها وبكل أشكالها، لأن الجريمة هذه قلت لك يعني قريبة ولم تحصل لا بعصر أجدادنا ولا بعصر آبائنا ولا في وضعنا أو وقتنا هذا. ولعل أكثر التجارب رعبا بالنسبة للآباء هي فقدان أبنائهم على أيدي مختطفين، الأمر الذي تعيش مرارته أسرة الطفل عبد الله العصري. يتحدث والد الطفل بحزن وحرقة وهو يحكي لنا أحداث الجريمة وتفاصيلها. طفل لا يتجاوز 4 سنين من عمره، كنا نحن مستغربين صراحة بكوني أنا والد الطفل، لم كنا نتوقع في البداية بأنه اختطاف، وكانت الناس زي ما تشوفون في الجبال هذه تقبل وتبطن وتدور على كيفية تم اختفاء الطفل في البداية، ولكن بعد مرور كم يوم أو زي كذا تفاجأت الناس بأنها اختطاف وأن المجرمين لازالوا موجودين معنا، تم الاعتقال أكثرهم، لازالوا باقي ناس مختطف لا هاربين عن العدالة، وبإذن الله راح يجيبهم القانون زي ما جاب اللي قبلهم. الاختطاف صار له الآن 4 أشهر وشوية من الأيام ولازلنا مفتقدين للطفل. طفل لم يتجاوز 4 سنوات كان ضحية لغدر جماعة إجرامية انتهكت عادات وتقاليد قبائل يافع، جريمة لم يشهد لها مثيل في هذه المناطق العريقة بتاريخها الحميري الأصيل. نتمنى أن يخرج الاجتماع بنقاط وقرارات حاسمة لردع مثل هذه العصابات وردع كل من تسول له نفسه في ارتكاب جرائم أخرى يعني مماثلها وأخطر من هذا، لأن الظاهرة هذه ظاهرة دخيلة على مجتمعنا في يافع عامة، ولم تشهد لها المنطقة يعني أي سوابق زي هذه، فلذا نتمنى من الجميع إن شاء الله أن يكون الاجتماع يعني موفق ويكون حضور يعني رأي الناس وقرار الناس قرار حاسم لردع كل من تسول له نفسه. جريمة اختطاف الطفل عبد الله العصري اليافعي حركت الرأي العام وتفاعل قبائل يافع، والتي عقدت لقاء موسعا للبت في هذه القضية والكشف عن مصير حياة الطفل ومحاسبة الفاعلين.